على الرغم من استخدام كل من محمود يوسف ومحمد صبحي للكرسي المتحرك إلا أنهما تمكنا من ممارسة رياضة تنس الكراسي المتحركة والتميز فيها. المزيد عبر هذا التقرير نتابع. عندما تتوفر الإرادة يستطيع الإنسان أن يوظف قدراته مثلما يشاء متجاوزا أي صعاب. ذلك ما نجح في تحقيقه كل من محمود يوسف ومحمد صبحي، فبعد إصابتهما بحادث أليم استعاد الأمل في الحياة من جديد بممارسة رياضة تنس الكراسي المتحركة والتألق فيها. التنس بالنسبة لي هو اللي بيديني باور في حياتي عامة، يعني لو قعدت فترة ما لعبش مودي بيتغير تماما، ببقى مخنوق مش عارف، يعني حياتي كلها لازم تبقى فيها تنس، يعني لازم ألعب تنس عشان المود بتاعي حتى يبقى مظبوط، عشان اعرف اشتغل، عشان اعرف اعمل اي حاجه. تنس الكراسي المتحركه زيه زي التنس العادي بالظبط، هو الاكسبشن الوحيد اللي موجود ان الكره ممكن تنط نطتين، بس بنلعب على نفس الملعب، نفس القوانين، نفس كل حاجه، بتلعب فردي وزوج. انا بدات العب تنس قبل محمود، انا بلعب بقالي 6 سنين، هو بيلعب بقاله 5 سنين. هو محمد زميلي، احنا الاثنين كنا كل واحد فينا كان بيلعب، ليه حد بيلعب معاه بارتنر بتاعه، ما كناش بنحقق حاجه بصراحه في الزوجي، اخرنا مركز ثالث، ما كناش بنحقق مركز اول يعني. بس لغايه ما في مره جينا قررنا ان احنا نلعب مع بعض، ومن ساعتها الحمد لله احنا مركز اول، ويمكن مره واحده ولا حاجه اللي ما جبناهاش يعني. انا ومحمود كده زي ما تقولي لقينا ضلتنا في بعض، يعني احنا الكيمياء بتاعتنا واحده في الملعب، بنقدر نفهم بعض، بنقدر نشجع بعض لما نبقى خسرين، احنا نقدر نرجع تاني ونفوز، فمتفاهمين. شارك الشابان في العديد من المسابقات المحليه والعالميه، كما حصل على المركز الاول 7 مرات محليا. الصعوبه اللي بتقابلها اي رياضه عموما بتقابلها هو الرعاه، او ان يبقى في حد راعي ليك، فعشان كده احنا دايما بندور على سبونسر. يعني الفتره اللي فاتت خلاص حققنا الحمد لله اللي احنا عايزينه يمكن هنا، ومن لسه بنلعب، بس عايزين بقى نزود ده بان احنا نسافر اكتر بره. احنا سافرنا مره في 2016، مره في 2017، فالفكره ان احنا عايزين نزود ده عشان الرانك بتاعنا بره يزيد. ينصح كل من محمود يوسف ومحمد صبحي الشباب بممارسة الرياضة بشكل يومي، فهي تساعد الإنسان على تحقيق هدفه الذي يسعى إليه، كما يأمل أن يمثل مصر في العديد من المسابقات الدولية القادمة.